أمي أمي، هل حان وقت الذهاب إلى حفلة الشواء الآن؟ لا ليس بعد، لا يزال لدي زبون علي خدمته. أهلا تامر. مرحبا ليلى، متأكد أنك متشوقة للسجق المشوي الذي سأعده. نعم أنا أحب السجق كثيرا. مرحبا، ستقيمون حفل شواء اليوم؟ نعم هذا صحيح فهد، وسيعد تامر السجق المشوي الذي يشتهر به دائما. السجق لذيذ لكنني أفضل شواء القريدس، فأنا أحبه كثيرا. ها، إنه ليس طعام شواء مناسب، ليس كالسجق على الإطلاق. لابد أن يكون لذيذا جدا، فلا أحد يكره القريدس. لدي فكرة رائعة، سأحضر بعضا من القريدس من مطعم السمكة الذهبية، وعندها سأريكم كم هو لذيذ. نعم، ونستطيع أن نتذوق ونحكم أيهما الألذ، سجق تامر أم الذي يعده فهد. ماذا؟ والفائز في حفلة الشواء سيكون بطل الشواء في مدينة الأحلام. رائع، أراكم هناك. أنا لست قلقا، وأنا متأكد من أن السجق سيجعلني بطل الشواء، صحيح؟ حسناً اسمعوني، سيقام حفل شواء في مدينة الأحلام اليوم، وسيعد صديقانا تامر وفهد شواء السجق اللذيذ. ماذا؟ لذا سنراجع بعض قواعد السلامة المتعلقة بحفلات الشواء. ما ذلك الصوت؟ لا أعلم سيدي، أعتقد أن الصوت قادم من هناك. أنا آسف، لكن الكلام عن الشواء والسجق الذي يجعل معدتي تقرقر. حاول أن تركز يا سيد أيمن، وكف عن التفكير بمدى لذتي طعم شوائي تامر. آسف سيدي. هل السجق جاهز للأكل يا تامر؟ ليس بعد يا محسن، جئت مبكرا حتى إنني لم أشعل الفحم بعد. إنه جائع جدا. مرحبا جميعا. تامر، شوايتك قديمة، أما شوايتي فتعمل على الغاز. رائع، تبدو كسفينة فضائية كبيرة. أوه، أنا متأكد من أنها رائعة، لكنك لن تكون بطل الشواء أبدا، إن الطعم عند الطبخ على الغاز ليس كالشيء على الفحم. هذا صحيح، لأن طعمه أروع بكثير. الشواء ممنوع داخل البيوت دائما وفي أي مكان. تعالي أيتها النبتة الجميلة، تريدين بعض الراحة قبل أن نذهب إلى فتحي؟ هل المكان مشمس؟ ربما تفضلين الجلوس. لقد عدت، سأعد الشاي. لا يمكنك القدوم، لا يجب أن يرى نبتة الطماطم. الخزانة صغيرة. هل من مشكلة أيمن؟ لا كل شيء على ما يرام. أنا جائع جدا، هل لدينا بسكويت؟ أظن ذلك، لقد رأيت علبة البسكويت هناك في المكتب، سوف أذهب حالا وألقي نظرة. مسكينة، أيتها الطماطم، ماذا سأفعل بك الآن؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة. ماذا يفترض بهذه أن تكون؟ لا يفترض أن تكون شيئا يا محسن، إنه فن بالأزهار. هل هذه ما ستشارك فيها في عرض الورود؟ إنها نبتة عصرية. لا، إنها نبتة الطماطم التي تخص السيد سليم، على الأقل كانت كذلك. أين الطماطم إذن؟ لقد سقطت عندما أوقعتها، أنا في ورطة الآن صدقني. لا تخف أبداً يا أيمن، وقعت في مشاكل أسوأ من هذه بكثير، أعلم ما عليك فعله. هاك، هيا قل الحقيقة يا أيمن، ألست عبقرياً؟ لكن يا محسن، لا يزال واضحاً أن الطماطم ملصقة. إنها بخير، احرص فقط على إخفائها خلف شيء كبير ومريع. أعرف النبتة المطلوبة تماماً.
أوه، كم هي جميلة الآن. انظري إلى الفجوة التي خلفتها. أبي، هل ستقلب الأسمدة الآن؟ سامي قال إن... ليس الآن، فأنا مشغول جداً. لقد حان وقت بدء عرض الورود والخضروات. انظري انظري يا هانا، ما أروعها. آسف سيدة طماطم، لا أظن أنك ستفوزين بالجائزة الأولى. من فهد إلى الإطفائي سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد. حددت موقع الحافلة، إنها عند المعبر. يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق. المكان موحل جدا هناك. شكرا يا فهد، نحن في طريقنا. آمل أن يكون الجميع في الحافلة، يمكن للمرء أن يضيع بسهولة. نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار، فكيف في الليل؟ أسمع صوتا، مروحية فهد. هنا، أنا هنا، أرجوك. أوه، لا يعلم بأنني تهت. محسن، هل تحاول إخافتي؟ هل الجميع بخير؟ أوه سامي، الآن فقط أشعر بالاطمئنان. حسناً، سوف نعيدكم إلى الطريق. أين تامر؟ يطلب المساعدة، يا لشجاعته. ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به. لا توجد تغطية، قد يكون في أي مكان. أيمن، اربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد. حاضر سامي. فهد، أنا سامي. السيد تامر في مكان ما، سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده. لا تقلق سامي، أحتاج إلى شخص آخر معي. لا تقلق، اعتمد علي. حسناً سامي، جاهزون. للأسف ليس لدينا سائق. لدي كلب، كلب كبير أترى. ماذا عن طعامنا في هذه النزهة؟ أترك الأمر لي يا صديقي البحار فارس. أفضل وجبة لسليم. ابتعد، هيا اخرج من هنا. أبعد عينيك عن شطيرتي اللذيذة. تلك هي. فلا يوجد أحد هنا يحرسها. أخبرتك أن الصبية قراصنة أفضل. لننهب ذلك الكنز يا صديقي فارس. تبدو ثقيلة. لنأخذها إلى المركب الصغير. فكرة رائعة يا فاتن. نعم، سيتلقيان صدمة عندما يفتحان سلة الطعام. أيتها القبطان. هل أنت متأكد من أننا نستطيع الإبحار وحدنا يا قبطان؟ نعم، فالبحر هادئ والفتاتان لن تعثرا علينا هنا أبداً. هذا ما يفعله القراصنة الحقيقيون. أتعرف؟ أنا منهك جداً. وأنا أيضاً. لذا سأخذ غفوة قرصانية قصيرة الآن. اذهب إلى البيت، هيا بسرعة. مرحباً يا سيدي، ألديك صديق جديد؟ لا يا سامي، لدي قط مزعج. يعتقد أنه قط قسم الإطفاء. تعال يا مشمش، سأخذك إلى البيت. ها،
مشمش. أيها القط عد، شمشوم لن يؤذيك، ربما خاف. أحسنت صنعاً يا أيمن. سأخرجه يا سيدي. تعال بس 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 بس. نحتاج إلى طعام نجذبه به خارجاً. فكرة جيدة. أجل، كشيء سمكي. بالتأكيد. لكني لم أذهب للتسوق، الثلاجة فارغة. هل لديك شيء سمكي يا سيدي؟ هناك شطيرتي لم أنهيها بعد. حنا، وقت تناول الطعام. ها؟ حجارة. محسن، استيقظ. ماذا؟ ماذا؟ لا عجب أن السلة ثقيلة، فالفتاتان قامتا بملئها بالحجارة. لا تبالي بأمر الطعام الآن، فقط انظر أين نحن. مشمش محاصر في قبو مليء بالماء، وفتحي معه هناك أيضا. أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذي على الفور. يبدو أن القفل تعطل. أماني محقة، لا أستطيع تحريكه أيضا، لكني سأستخدم الفأس. لا 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 لا، لا تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولا. هيا تحركوا بسرعة. إن كنت متأكدا يا سيدي فهيا إذن لنذهب. قم موفقا. آمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي. لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير. اتبعاني. حسن، إنه في الداخل صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش، لأنني سأحطم الباب بفأسي. فهمت يا سامي، اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً. يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المضخة أولاً. كل شيء في وقته. أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش. فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي. أمسك ذراعي يا فتحي. أحسنت سامي. مشمش، أنت بأمان. بقيت هادئا تماما وفعلت كل شيء على حدة. ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورطت في هذه الفوضى. لا تقلق، على الأقل أنت بأمان. نعم، شكرا جزيلا لك يا سامي. هيا فتحي، لنذهب ونغني أغنيتنا. مهلا يا أيمن، كل شيء في وقته، أليس كذلك؟ نعم، كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي. أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج. وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة، وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي. رائع يا فتحي، رائع. نحن نتراشق. اقترب أيمن. نعم، انخفض سامي. أعتذر منكم، نسيت أن أضع فيلما في الآلة. مكانكم، سأعود بسرعة. بسرعة تامر. مرحبا، ما الذي تفعله هنا؟ علقت صحيح؟ هل أمك التي تناديك؟ لا تقلق، سأساعدك، يمكننا تأجيل مسابقة صيد السمك. محسن تعال، أحتاج إلى المساعدة، وجدت حوتاً. نعم صحيح، وأنا اصطدت حورية. لنواجه الأمر يا فاتن، أنا سيد البرك الصخرية. لما هذه العجلة يا فاتن؟ وجدت حوتاً على الشاطئ هناك. ماذا؟ حوتاً وعلى الشاطئ؟ لابد من أن المد العالي جرفة، يجب أن نبقيه رطباً ونعيده إلى الماء بسرعة. ولكنه ضخم جداً. إذن سنحتاج إلى المساعدة، سأتصل بالإطفائي سامي. ها
حسنا ابتسموا والآن. آسف تامر. حوت على الشاطئ؟ معقول؟ وجد حوت على الشاطئ، اذهب إلى هناك يا سامي. سنحتاج إلى فينوس لهذا العمل، هل أتيت معنا أماني؟ لا مشكلة سامي. يجب أن نتصرف بسرعة، على الحوت أن يكون في الماء وليس ملقا على الشاطئ. آسف يا تامر، لكن الإطفائية لا يتوقف عن العمل أبدا إلا إذا تقاعد. للأسف كنت أتطلع لالتقاط صورة للجميع، لا أعتقد أني أستطيع التقاط صور لك سيد سليم. حسنا، لا بأس بالتقاط صورة سريعة لي. أتساءل كم اصطادت فاتن حقا؟ باستثناء حوتها، نجمة بحر وسرطان، هذا كل شيء. جاء سامي. بسرعة سامي، فالحوت ينتظرنا. هيا يا أماني اتجهي إلى هناك، أرشديني إلى مكانه. فاتن آمل أن يكون بخير. ماذا؟ انظر هناك. نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة. إنها حالة طارية، حريق مشتعل في كل مكان، لكن لا تخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ. هذا مذهل ومثير. تحرك يا فارس لنقترب أكثر. اسكت، لا أستطيع التحرك. سيحتاجون إلى مساعدة جوية. آه، إنه فهد في مروحيته. أمسكت بك يا فارس. النجدة، النجدة، النجدة. النجدة. انظر سيدي. حالة طارية، صبيان عالقان على السقف. يبدو انهما في ورطة. ايمن، يجب ان نستخدم سلم جوبيتر. انه ولدي محسن وولدي فارس. حسنا، سنعيدكما الى حيث يجب ان تكونا. سيداتي وسادتي، وها هو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللا بالخزي. ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس. آسف، كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك. أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ. الآن فهمت، السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولا هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية. أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير. نعم، لقد شوه شمشوم فردة الحذاء حقا، أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي. حذائي؟ استخدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن؟ انتبه.
كدت أجهزهما. أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخروفين. ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول. شمشوم يريد منا أن نتبعه. سأخذ سيارة الإسعاف، ربما تأذيا. عناية سامي، تلك شاحنة فتح. أحسنت صنعا يا شمشوم، لقد فعلتها. فتحي، هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا، لا أستطيع الخروج فقط، باب مقعد الراكب عالق. أوه، فتحي. حسناً، تراجعوا جميعاً إلى الخلف. أماني، مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء. سنضطر لخلع الباب لنحررك يا فتحي. أماني، أحضري أداة الخلع. كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان. نعم، كنت أحاول جمعهما في حظيرتهما. بشمشوم، صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كلب راعي. أعلم. هيا فتحي، أعطني يدك. شكرا سامي، يا للهول. ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل. سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين. ماذا؟ الآن؟ أنباء جيدة، السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن. شمشوم أحسن صنعاً، إنه بطل. قال سامي شيئاً عن خروفين هاربين. سيدي الفواق، لقد انتهى. كان فتحي يعالج بالخوف. حسنا أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل. النجدة، النجدة، ليساعدني أحد. كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر. هيا يا فاتن، افعليها. لا، لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة. ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن، بل لأنني لا أريد، يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة. النجدة. اسمع، هناك من يصرخ. النجدة، لقد علق. الصوت قادم من الجرف، هيا بنا. النجدة، النجدة. الحمد لله أنكما هنا، لقد علق. على أحدنا أن يطلب المساعدة. انتظري لحظة، ماذا تحملين بيدك؟ عصا استغاثة. ماذا؟ يجب ألا تلعبي بها. لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفائي سامي. أحسنتي، ولكني بحاجة إليها الآن. فاتن، أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسناً. رمية رائعة يا فاتن. واو، عجبا، ما هذا؟ أين ذهبت العصا؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف. سأتصل بالإطفائي سامي. نور استغاثة انطلق من الجرف. فهد نور استغاثة يا سامي، لابد أن أحد الماء في ورطة. سيقابلك فهد هناك بالمروحية. حمدا لله، جاء فهد. جاء الإطفائي سامي. فتاة قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه، آسفة سامي،
سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن! النجدة! الصوت قادم من هناك! ستجد الكثير في متجر صغير! ستجد الكثير في متجر صغير! ستجد الكثير في متجر صغير! محسن! هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً. حسناً، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جرياً. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير ليلة. في متجر الصغير ستجد غبية. الشاش المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريبا. إنهما أيمن وفتح يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كل أخذ أنفعهم متقاربون جدا، سينتهي السباق بالتعادل. فألان لا أصدق، سامي وليلى آلة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحا، يا له من سباق جميل. أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سامي. مهلا، اركبي يا فاتن. هي رائع، كنت محقا يا محسن. قلت إن وماذا بعد؟ حسنا، راقبي هذا. انتهت المشاكل أخيرا، سأعود إلى العمل. نعم، وحان الوقت لأقوم بأعمال البسيطة. النجدة، لقد علقت. محسن، شخص آخر في ورطة. النجدة، أمي، لا أستطيع تحريك قدمي أبدا. عجبا، ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف، يحتاج إلى دقائق ليجف. لا تقلق يا محسن، سوف أخرجك. محسن، غانم، متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي. لا أطلب إلا السكينة والهدوء. هذا صوت إنذار حريق، وذاك دخان ناجم عن حريق. متجري، سأتصل بفرقة الإطفاء. توقفي ليلى، يجب ألا تدخلي مبنىً يحترق أبداً. سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك. هذا سيستغرق وقتاً، سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة. سامي، مرحباً أيها الإطفائي سامي. كنت فقط آسف يا فارس، حالة طارئة، سأعيد هناك. رائع. أنا لا أفهم، ظننت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم. هذه ليست طريقة لائقة يمضي بها رجل الإطفاء عطلته. لا وقت للشرح يا سيدي، هناك حريق في متجر ليلى. حريق، وأخيرا بدأ العمل. انتظروا، مهلا، لم يقرع الجرس.
سأجرب ركوب لوح التزلج. أوه، حمدا لله أنك عدت سامي. مذهل، انظروا إلى كل ذلك الدخان. رائحة العطر كرائحة المروج. أيمن، اقطع الكهرباء عن المتجر. حسنا سامي. حلقي يا جميلتي، لا توجد رياح كافية. سأجرب في الحقل المجاور من هنا. نعم، كنت بارعا جدا يا أمي، أماني قالت ذلك. أنا متأكدة من ذلك، أنت بحار بالفطرة. أوه، عجبا، استمع إلى صوت الرياح. الرياح القوية تناسب الإبحار. أمي، لم لا أبحر بك في الزورق؟ أنت راشدة، أماني قالت إنني أستطيع الإبحار مع راشد. أرجوك يا أمي، أرجوك. احذر محسن. أعلم ما أفعله يا أمي. أنت ترشقني بالماء. محسن، لا تفزعي، حان وقت رفع الشراع. لا تحرك، سوف ينقلب. لا، لن يفعل. هاكي، لقد رفعته. أخبرتك أنني بارع. نحن نميل، النجدة، نحن نميل يا محسن. لا بأس، إن جدفت قليلا سيصبح ثابتا. انظري ما جعلتني أفعل. محسن، أعدني، هذا لا يعجبني، أشعر بالغثيان. أنا لا أفهم، لماذا لا تطير؟ نعم، هناك رياح. أتود بعض المساعدة يا رئيس قسم الإطفاء؟ أنا لا أحتاج إلى المساعدة، كل ما أفعله أنني أختبرها. أستطيع أن أريك. يا العجب. لقد ابتعدنا، الأمواج ترتفع. أعدني يا محسن، المكان عاصف هنا. الموج ليس عاليا جدا، لا تخافي. نحن ندور في مكاننا. هذا لأني لا أملك إلا مجدافا واحدا. سأمرض حتما. بسرعة اتصلي واطلب المساعدة. أتصل؟ لا أستطيع، لم أحضر هاتفي. إذن لوّن لي وصرتي. حسناً، أنا في طريقي إليكما. حادث في البحر؟ إنه شادي. إنها عائلة شادي ثانية، لقد جنحوا في قارب شادي. انطلقي بسرعة أماني، هيا. لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل، سأذهب بدلاً عنها سيدي. متأسف أيمن، أماني هي الخبيرة هنا، هيا خذي السيارة واذهبي. اسمع، سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت. حسناً. إنه يوم حافل جداً، لا جدوى يا شمشوم، لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر. هيا أماني، هيا، يمكنك فعل هذا. هيا أماني. لا جدوى، أنا أعرض الجميع للخطر. أنا آسفة يا سيدي، لا أقوى على تنفيذ عملية الإنقاذ، يجب أن ترسل سامي. حسناً أماني، ابقي مكانك، المساعدة قادمة. أيمن، أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء، سأجعل سامي يقابله هناك. سأفعل سيدي. سامي. أجل سيدي. أنت سريع. أنا مستعد لأداء الواجب، ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟
هناك مشكلة. ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيت؟ لا، أظن أني مصابة بالحمى. لنخرجك من هنا. أنا آسف يا أطفال، سنفعل ذلك في يوم آخر، أعدكم. هذا ليس عدلا. نعم، قال سامي إن هناك مفاجأة تنتظرنا عند نهاية الجبل. هاي، لم لا أكون أنا قائدكم في الرحلة؟ لا تكن سخيفا يا بني، تحتاجون إلى راشد ليأخذكم. إلى قائد قوي وآمر أيضا. رجل مرهف الحس، أقصد رجل قوي وصلب. أنا أستطيع أخذهم. أوه تامر، بالطبع. أتريدون أن أخذكم يا أطفال؟ رائع، مذهل. ماذا؟ تامر سيأخذنا في رحلة إلى الجبل، هذا مستحيل. أنت قادر على ذلك، صحيح؟ بالتأكيد، أنا قائد بالفطرة. عندما يفشل قائدنا بالفطرة فشلا ذريعا، سأحظى بفرصتي لأكون المسؤول. ها، هيا استمروا جميعا. مهلا محسن. ليس بهذه السرعة. لما هذه العجلة؟ انتظر لنرى. نحن هنا، هذا يعني أن تلك مدينة الأحلام، وهناك الميناء، لا، يا للهول. رائع، الآن لم تعد لدينا خريطة. من يحتاج إلى خريطة؟ كل ما علي فعله هو أن أتبع أنفي. هيا. سنبدأ بجمع الصناديق وإبعادها يا فهد، فحاول أن ترى إن كان هناك المزيد. لا تقلق سامي، سأفعل ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. أجب سامي، توجد عدة صناديق أخرى طافية إلى الجنوب منك. شكرا فهد، لكن أخبرنا كيف الوضع على الشاطئ. إنه رائع، أيمن وشادي يسيطران على الوضع. لقد سلكنا هذا الطريق من قبل. قال تامر إنه كان يتبع أنفه، ولا يبدو أن أنفه يعرف الطريق، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن فارس، سوف نتناول الغداء اللذيذ. عرفت أن هذا سيجعلكم تفرحون. حسناً، إذن من الذي أحضر الطعام؟ ظننا أنه معك. أنا؟ لا، ظننت أنه معكم. هذا أسوأ يوم نقضيه في الخارج على الإطلاق. هاي هاي هاي، لا داعي للاكتئاب محسن، فلا نزال نستمتع بوقتنا. لكن ليس لدينا طعام غداء. ها، من يحتاج إلى الغداء؟ سأخبركم ما الذي يبهجكم الآن. أها، محسن وفاتن لم يبقيا هنا، لكننا سنبقى. لن أتقدم خطوة. حسنا، لنرتاح هنا قليلا. ظننت أنكم متقدمون علينا. وكذلك نحن، لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه، آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعتما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما. حسنا،
إن لم تضيعا محسن غانم. كنت تغش، كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير. ستجد الكثير ليلة. في متجر الصغير ستجد غبية. غشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتح يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كل وقت أنفعهم متقاربون جداً. سينتهي السباق بالتعادل. فألان؟ لا 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 أصدق. سامي وليلى ألا سباق السخان الثلاث؟ يا للروعة، لقد نجحا. يا له من سباق جميل. أحسنتما، أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سامي.